الكتاب اللي لقيناه في الكتاب هذا كل شيء جاي من الارشيف اللي لقاه في رئاسه الجمهوريه. وهو هذاك ارشيف هو الارشيف الحقيقي ما مش عنده مش في الرئاسه. اولا الارشيف الحقيقي في الرئاسه الصندقة منذ الشهرين الاولى اخذوه ناس جو ناس اخذوا الارشيف وحطوه في صناديق واخذوه وهربوه، تركوا له بعض البقايا وبعض الاوراق التي لا تهم شيء زعما يعني. وثم ارشيف اخر بيع، وثم ارشيف اخر سرب لجهات اخرى اجنبيه، وثم كثير من الحاجات. شوف الارشيف راه حاجه مهمه، راه جزء من سياده الدوله. نحن انا